السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنفتح مع بعض، نجمع محصول الخضار والفاكهة من فوق البيت، ونفتح ونشوف ايه الصمارة عندنا شكلها عامل ازاي. احنا كده جمعنا الطماطم اللي هي الليمون الصفرة، وهنجمع يوسفي، يوسف مع بعض من على الشجرة، وهنجمع الطماطم المرمنت. هي كده استوت اهي، دي لسه ما استوتش، دي استوت طماطم المرمنت اهي من فوق البيت في قصيص، مزرعة في قصيص. والطماطم اللي هي طماطم قلب نجمع واحدة برضو، والطماطم الصف البرتقاني نجمع برضو واحدة او اتنين زي ما احنا عايزين. تمام، معاهم بقى نجمع الطماطم اللي هي السمرة، اللي هي بالشكل ده، جمعناها من على الشجرة. والطماطم الشير الاحمر والشير والطماطم السمرة، وفي وصفة تانية وطارح مع برضه بالمرة مزروع. يا جماعة دوس مزروع في ايه؟ في قصيصة. يوسف اهو مزروع في قصيص، ونجمعه برضه معانا. هو خد اللون البرتقاني خلاص كده، ايه استوت ماشي. والخيار الكواني هنا اهو كوانو، ونجمع باشون فروت كمان، باشون فروت الاحمر، وفي مشهد فورت راس انا جمعته. والطماطم والكمثريه الصفرا برضو ممكن نجمعها معانا، يعني واحده واحده. طماطم والكمثريه الصفرا اهي، طماطم الليد زي ما احنا مسمينها يعني. طماطم الكمثرية الصفرا في تاني، وممكن نجمع طماطم الشير الأصفر كمان، الشير الأصفر اهي. دي الشير الأصفر، الشير الأصفر حجمه بقى أصغر من الطماطم الليمون، الطماطم الليمون حجمها بالحجم ده كده كبيرة كده. نجمع الشير الأصفر، ده الشير الاصفر يا جماعه. نجمع مع بعض الباشون فروت برضو، المفروض نستوى اهو، دي استوت وفكت وقت واحده اهي. الباشون فروت الاحمر